السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا أكلة حلوة كتير طيبة، اللي هي الكنافة. الكنافة المفروكة، مفروكة بقوا فاركينها، ببيعونا إياها مفروكة بالسمن وخالصة. شفناها هيدي هي الكنافة المفروكة، بنعمل منها الكنافة بالجبن. أول عمل بدنا نعمله، بسم الله الرحمن الرحيم، عنا قلنا إحنا الكنافة هيدولي نص كيلو، وعندي جبنة كمان نص كيلو جبنة عكاوي. أنا نقعتها ومصفيتها 24 ساعة نقعتها، بعدين الليلة خليتها بالبراد نشفت المي اللي فيها. هلأ عندي الصينية هيدي بيراكس، دهنتها بالسمنة، سمن حيواني. فيكن تدهنوها زيت، فيكن تدهنوها سمن نباتي، فيكن تدهنوها زبدة أو خليط. بسم الله الرحمن الرحيم، نرش الكنافة. بسم الله، حتى ما يكون في تكتلات. نرشها شوي شوي لين نمليها. هلا انت ما كنتوا شايفين انا عم بضغط عليها، بضغط قد ما فيني. بعدين بضغط الوسط كمان. هيدي سمكتها. هلا خليت شوي لرش هون فوق الجبن. هلا بدنا ندخلها على الفرن ل يصير لونها يعني دايرها يحمر شوي، ومنشوف كعبها اذا احمر او لا. انتظروني. هلا صينية الكنيفة اخذت وقت ربع ساعة على نار حرارة بمعدل 200 درجة مئوية. هلا نشوف الصينية، هي اسفلها شفنا اسفلها كيف صار احمر، وديرها كمان احمر. هلا بدنا نضيف الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لكم هيدي الجبنة انا نقعتها 24 ساعة، غيرت ميتها كتير، بعدين دخلتها على البراد ليلة كاملة نشفت. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا بعد ما حطينا الجبنة بدنا نرش فوقها شوي من الكنافة المفروكة، لأنه إذا على الحرارة نزل شوية مي من الجبنة، صفت شوية مي، بتمتص هون الكنافة المفروكة الناشفة. نرجع ندخلها على الفرن. هلا أخذ معنا قلنا نحنا ربع ساعة، هلا حندخلها على الفرن، بدها شي 5 دقايق إن شاء الله. وهي صينيتنا أنهيناها، صينية الكنافة. هلا حنحاول إن ننزلها بيت الصينية اللي أوسع. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا شفنا محلها كتير منظرها حلو، وطلعت قطعة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا بدنا نسقيها بشوية قطر، بشوي ما كتير، لأن بعدين بصير الواحد يحط على كيفه. نحن بنحط شوية قطر حتى ما تخليها تتشقق. هلا بتشربهم. هلا نحط لهم شوية فستق حلبي، يعني هيدا ذوق كمان، اللي بيحب يحط اللي بيحب ما بيحط. نرش شوية فستق حلبي.
كمان نحط زهر الليمون. كمان هيدا اختياري، اللي بيحب يحط اللي بيحب ما بيحط. بسم الله. طبعا زهر الليمون طيب معها كثير. ما فينا نقول لكم بدنا ندوق، لانه بتعرفوا انتم صايمين وصايمي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حاول اني اقص قطعه منها. بسم الله. بسم الله. شفنا هاي القطعه اللي قطعناها الجبنه ما شاء الله. وهيدي كانت طبختنا اليوم، الكنافة بالجبن. وإن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، سهلة كتير وصيام مقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.